ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أستاذ عبد القادر، اعتبرت كتلة ميليشيا بدر النيابية أن المكون الشيعي انقسم بسبب الصراعات الشخصية، إلى أي مدى كان يخدم فيما سبق المصالح الوطنية حتى ينقسم اليوم لمصالح شخصية؟ أولا معلوم تماما أن هذه الكتل السياسية والأحزاب والميليشيات لا تمثل المكون الشيعي بالمطلق، لا سيما أن المكون الشيعي اليوم يتحد في إن صح التعبير في تظاهراته في جنوب العراق ضد هذه الأحزاب السياسية والميليشيات ذات التبعية الإيرانية بطريقة واضحة. فبالعكس ما نشهده اليوم حقيقة وحدة لجميع المكونات العراقية نحو هدف واحد، وعلى وجه التحديد في طليعتهم المكون الشيعي عندما توحد في تظاهرات ضد هؤلاء. ما يجري هو انقسام هذه الميليشيات والاحزاب السياسيه فيما بينها التي هي ولاؤها للخارج وللعراق، وبالتالي لم يكن لديها اي مواقف وطنيه يمكن البناء عليها او انها تتكلم عن نفسها، كل مواقفها كانت مواقف مخفيه اتجاه العراق واتجاه شعب العراق، يكفيها انها مسطخه يداها بدماء العراقيين، ويكفيها اصلا ان اليوم عندما تتظاهر الموضوع العراقيه في مدن الناصريه وغيرها والنجف قد ارتكبت هذه الميليشيات مجازر كبيره لا يمكن مغادره ما جرى في مرقد الحكيم ولا ساحه الصدرين ولا مجزره الناصريه ولا غيرها، لذلك هذه انقسامات لان الولاءات قد تمددت واختلفت فيما بينهم، فالكتل الشيعيه داخل مجلس النواب قد انقسمت بين تبعيتها لايران بين تبعيتها لمصالحها الخاصه، لذلك هم يتنافسون وهذا من اللحظه الاولى يتنافسون على المكاسب الماليه والحزبيه والسياسيه والقرار الامني داخل العراق محافظة على مكتسباتهم الشخصيه والحزبيه بعيدا عن العراق، بالتالي هم يتحملون الفشل الذريع للعراق وما جرى من مكتسباتهم من صعود لخط القطر والاوبئه والالماس والانحدار وانتهاء السياده الحاقده. أستاذ عبد القادر، في هذا السياق كان زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي رفض في وقت سابق إجراء الانتخابات المبكرة ليعدها اليوم مطلبا جماهيريا، كيف يفسر هذا التناقض لدى الخزعلي؟ وهل يمكن أن يقبل الشعب بانتخابات جديدة تعود بنفس الوجوه الفاسدة؟ معلوم أن المتظاهرين والشعب العراقي أكد لابد أن تكون هناك حكومة مستقلة بعيدة عن كل من شارك في العملية السياسية من 2003 وانتخابات دولية بقانون عراقي بعيدا عن القوانين التي تخدم هذه الأحزاب والتي يمكنها أن تزور نتائج انتخابات مفوضية غير مستقلة، لذلك هم يطمحون أن تبقى المفوضية التي يهيمنون عليها وأن تبقى الأمور بانتخابات خاصة لهم، لذلك هم الآن بدأوا يروجون لفكرة الانتخابات المبكرة على هذا الأساس وليس على أساس المطالب الجماهيرية، لذلك قيس الخزعلي اليوم عندما يتنازل وكان بالأمس يتهم من يقول بالانتخابات المبكرة بأن ولاءه أمريكيا، اليوم يريد القفز على هذه القضية من أجل التغرير بهذه القضية واستخدامها للمصالح الشخصية عبر بقاء مفوضية الانتخابات الفاسدة والتي مرتهنة بيد هذه الأحزاب والميليشيات المسلحة لتزوير نتائج الانتخابات إذا ما كانت مبكرة، فالشعب العراقي لن يرضى لا بطرحه ولن ينتخبوه، وإلا معلوم تماما أن هؤلاء الذين ينتفضون في ثورة تشرين على من ينتفضون؟ إلا على قيس الخزعلي وعلى شاسة من الأحزاب الفاسدة التي كونت البرلمان وفازت بالتزوير والتي شهد فيها القاف والداني وحتى اعترافات دولية أن هناك تزوير في نتائج انتخابات قاطعها الشعب العراقي بنسبة 80%. لذلك حقيقة قيس الخزعلي يريد القفز على هذه القضية، ويعلمون لو كانت هناك انتخابات عادلة برعاية دولية وتعلن في نفس اليوم وبقانون عراقي لن يفوز اي منهم، بل بالعكس ستكون هناك حكومه عراقيه تتضارب وتحاسب هؤلاء قيس الخزعلي وغيره على ما فعلوه في العراق وبشأنه. نعم، كانت ميليشيا حزب الله في العراق اتهمت احدى الرئاسات الثلاث بتسهيل قتل سليماني والمهندس، الى اي مدى يمكن ربط هذا الاتهام باعلان عبد المهدي في دخول فيما وصفه بالغياب الطوعي؟ هذا يأتي في ظل الصراعات الموجودة حاليا على من يتولى زمام المبادرة ضمن القوانين النافذة التي يحتكمون إليها في الدستور الحالي، فالمادة 81 من الدستور تنص على أن فشل الكتل في ترشيح رئيس وزراء خلال 30 يوم واستقالة الأول بالتالي تنتقل الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية أو إلى نائبه الأول، بالتالي ما يجري الآن حقيقة هو عملية جنون
بين هذه الكتل السياسية وصل لأنه ليس درجة ثقفهم، يظنون إذا ذهبت الصلاحيات إلى برهم صالح وهو من المكون الكردي بالتالي تكون هناك إشكالية لدى هذه الميليشيات ولدى هذه الكتل السياسية التي تريد الاحتفاظ بالقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، لأنه الرئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة وكثيرة، وبالتالي المادة 1 تنقل هذه الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية وبالتالي ستسلبهم، لذلك لا وجود في القانون لما يسمى بالغياب الطوعي مطلقا، لا وجود لهذا المصطلح، إنما هم يقتدون وبالتالي هم يتجاوز كل القوانين والأعراف المعروفة عالميا، بالتالي ما يجري حقيقة هو عملية عدم الثقة ما بين هذه الكتل السياسية والشخصيات السياسية التي تتزاحم على المنافع الشخصية. هذه حقيقة وصلت بهم إلى الانسداد السياسي الذي لا من خلاله إلا بإسقاطهم، وهذا ما سيكون عبر استمرارية التظاهرات طالما في قادم الأيام بحل البرلمان، برلمان تنفيذ الأحزاب الفاسدة بشكل رئيسي، وسيكون لديه خطوات تصعيدية لأنه حل البرلمان الذي منه تنطلق كل الأمور التي تسير العراق وتعمل على تشكيل رئاسات وشخصيات بصلاحيات تنقل معايير القيادة وحقوق الشعب العراقي. وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن الفراغ الذي تركه أبو مهدي المهندس جعل وكلاء إيران متخبطين، ما مدى صحة ذلك؟ معلوم أن بناء هذه الميليشيات العقائدية وجلب ميليشيات أجنبية داخل العراق وتكوين جسم داخل الدولة بطريقة النفوذ الخارجي هو كان لأبو مهدي المهندس، وهذه قضية معلومة للجميع وكلنا يعلم الدور الكبير الذي لعبه في إنتاج، طبعا بمساعدة إيران بشكل واضح تماما، في إنتاج جيوش عقائدية داخل العراق ووجود أجانب من خارج العراق، وبالتالي هو صرف كل المال العراقي لصالح الميليشيات داخل سوريا ولمشروع الحرس الثوري الإيراني، كان له دور كبير وهو يعد العمود الفقري والعقل المدبر، فعندما يموت العقل المدبر والعمود الفقري فإن هذه الميليشيات ليست فقط تتخبط إنما تكتب نهايتها بيدها، لذلك حقيقة عملية الضعف والانهيار في عملية الرد على مقتل المهندس وسليماني كانت واضحة والعجز الميليشياوي كبير واضح، لذلك حقيقة غيابه ليس فقط أثر إنما جعلهم يتسعون باتجاه طريق النهاية والانحدار الكبير، وهذا التخبط ما هو إلا جزء رئيسي من عملية نهايتهم الوشيكة، لأنه هناك انتفاض كبير تماما في المجتمع العراقي، وحقيقة لفظهم وهذا حقيقة عندما تفقد الحاضنة فإنه عملية الموت السريري هي تكون في مطلع مشوارهم والنهاية ستكون على يد الشعب العراقي، وهذا حقيقة ما يعونه تماما، والكل يعلم أن موت المهندس كان ضربة موجعة. شكرا شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.